السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم عاصم منصور من شركة أوربكس، حيث نخدم المتداولين بمسؤولية في النظرة اليومية للأسواق اليوم 4 أبريل 2019. أبدأ معاكم بمؤشر الدولار الأمريكي اللي بتستقر حاليا تداولاته أعلى خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي قرب المستوى 96.70. ومن المتوقع أن يشهد الدولار بعض الهدوء النسبي في انتظار بيانات سوق العمل غدا في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد القطاع الغير الزراعي 175 ألف وظيفة، واستقرار معدلات البطالة عند النسبة 3.8، ولكن بشكل عام سنركز على بيانات الأجور، فإذا جاءت أعلى من المتوقع سنشهد المزيد من الارتفاع لمؤشر الدولار الأمريكي لاختبار المستوى 97.50 خلال الأسبوع المقبل. بشكل عام التوقعات بتميل إلى النظرة الإيجابية للدولار في انتظار اختبار هذا المستوى، وعند هذا المستوى نراقب مؤشر الدولار، في حال كسر هذا المستوى سنشهد المزيد من الارتفاع لمستويات 98 و98.50، أما في حال فشل كسر الدولار في هذا المستوى سيعود للتراجع إلى النطاق العرضي ما بين المستوى 97.50 والمستوى 95.80. تداولات اليورو دولار شهدت بعض الاستقرار النسبي بعد فشله في كسر المستوى الدعم 1.12، ولكن بشكل عام ستظل النظرة الحيادية قائمة باستقرار التداولات ما بين المستوى 1.11.80 وعلى المستوى 1.13. بشكل عام على الإطار الزمني الأسبوعي نلاحظ استقرار التداولات أعلى مستوى تصحيح في بوناتشي 61.8 خلال مسيرة الزوج الصاعدة من قرب المستويات 1.03 إلى أعلى مستوى ليه عند المستويات 1.25، وده بشكل عام بيدعم النظرة الإيجابية في الوقت الحالي على المدى الطويل، ولكن على الإطار الزمني الساعة سنلاحظ استقرار التداولات أسفل المتوسط المتحرك 200، ويجب كسر هذا المتوسط أو كسر المستوى 1.13 لاستهداف مستويات 1.14 خلال الفترة المقبلة. ولكن بيانات سوق العمل هي التي ستحدد اتجاه الزوج خلال الأسبوع المقبل، وإذا جاءت البيانات كما أشرت على نحو إيجابي واستمر ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي سنشهد مستويات 11.80 مرة أخرى. الباوند دولار والنظرة الحيادية لا تزال قائمة في انتظار المزيد من الأنباء المتعلقة بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بشكل عام انتهاء المهلة يوم 12 إبريل من قبل الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى أي اتفاق سيضغط على الجنيه الاسترليني بقوة خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن كارني محافظ بنك إنجلترا أشار بالأمس إلى أن احتمالية خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي أصبحت عالية جدا، ولهذا يفضل الابتعاد عن التداولات الاسترليني دولار على المدى الطويل، ولكن بشكل عام على المدى المتوسط والمدى القصير تستقر التداولات أعلى خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي، وهذا الاستقرار يدعم النظرة الإيجابية على المدى المتوسط إلى القصير. وقد أشرت في عدة مقالات سابقة أن الجنيه الاسترليني عادة ما يسجل ارتفاعات ملحوظة خلال شهر إبريل، ولهذا يجب أن تكون عمليات الشراء هي المسيطرة خلال هذا الشهر باستهداف المستويات 1.32-35 ومنها المستويات 1.33-45. بشكل عام لا يفضل الاحتفاظ بصفقات شراء الاسترليني دولار لفترة طويلة، ويفضل جني الأرباح عند المستويات التي يشهد عندها مقاومة قوية. الذهب لا يزال مستقر عند المستويات 1291 دولار للأوقية، وهذا يدعم النظرة الحيادية باستقرار التداولات بين المستوى 1310 و 1280 دولار للأوقية. في حال كسر المستوى 1280 سنشهد المزيد من التراجع عند المستوى 1270، وهذا سيتحدد باتجاه مؤشر الدولار وبيانات سوق العمل غدا. أما في حال مجيء البيانات سلبية وتم كسر 1310 ستعود النظرة الإيجابية مرة أخرى باستهداف المستويات 1320 و1340 مرة أخرى، لكن على المدى القصير يفضل الشراء من عند 1280، وفي حال كسر هذا المستوى سنقوم بالبيع باستهداف مستويات 1270. النفط شهد مقاومة قوية عند المستوى 63 دولار للبرميل ليعود للتراجع إلى مستويات 62.20 مرة أخرى. النظرة الحيادية ستظل قائمة في مع استقرار التداولات أعلى المستوى 61.50 وأسفل المستوى 63. في حال استقرار التداولات أسفل المتوسط المتحرك على الإطار الزمني اليومي 200 سنشهد المزيد من التراجع على مستويات 60.35، ولكن هذا يجب أن يتأكد بالإغلاق الأسبوعي أسفل المستوى 61 لنشهد المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. مؤشر الداو حاليا بيستقر عند المقاومة التي أشرت إليها من قبل عند المستويات حوالي
عند النطاق 26,000 26,220. في هذا النطاق سيتحدد الاتجاه المقبل بالإغلاق الأسبوعي أعلى أو أسفل هذا المستوى. الإغلاق أعلى المستوى 26,350 سيدعم المزيد من الارتفاع قرب المستويات 26,700. أما في حال تكون شمعة هابطة والإغلاق أسفل المستوى 26,000 سنشهد المزيد من التراجع إلى مستويات 25,700 مرة أخرى. وهذا سيتحدد أيضا بتوجهات الفيدرالي وقوة بيانات سوق العمل واتجاه النفط خلال الفترة المقبلة. على المدى الطويل النظرة السلبية ستظل قائمة مع استقرار التداولات أسفل مستوى 26,900. وهذه كانت نظرة سريعة للأسواق. تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.